مرحبا. رايحين حاليا بعد شوي راح نبلش في العملية الأخيرة لليوم، العملية الرابعة، رايحين الخامسة، رايحين نكلع كل أسنان في الفك السفلي، رايحين نعمل 10 زرعات كومبريزيت بازل 1 بي سيمبلانت، نعمل عليهم أسنان مؤقتات تحميل فوري، وبنفس الوقت من جهة اليمين فوق زي ما انتم شايفين في عندنا هنا مشكلة في الجسر القديم، هاي رايحين نكلع هذول الأسنان المترهلات في التهابات هنا، رايحين نزرع كومبريزيف بازل 2 بي سيمبلانت، رايحين نزرع بتروجيد امبلانت هون نفس الشيء من جهه ثانيه، جهه 24 25 رايحين نكلع 24 25 نزرع كومبريزيف بازل 2 بي سيمبلانت، نحط التروجيد امبلانت 2 كومبريزيف بازل 2 بي سيمبلانت، وعليهم نعمل سكرو ريتينينج ديستريشن في الفك السفلي، رايحين نعمل 10 زرعات، رايحين نعمل اسنان زمنيه مؤقتات ثابتات. سلام لكلام، اذا نحن رايحين على صوت الميكرايزه، نحن رايحين لعقورت كل هالشنايين بلست تخطونا لرؤيه سيمن كلال، نخدير على صلاش تليم بلست تخطونا، بعد زين اساسكم زمني مدباك، بلست عيونا نحن رايحين لعقور من صاد يمين لمعلى، من صاد سمول لمعلى، بعدين راح رايحين لعقور 15 شفاسري، نحن ناسيبو ترغويد امبلانت، ناسي كومبريزيف بازل 2 بي سيمبلانت، ناسي شني 25-24 نحن عقور تام، ناسي شني 2 كومبريزيف بازل 2 بي سيمبلانت وبتروجويد امبلانت، ونجمور كل التيبول ببقشاء أحد كخا بقشاء بتسنتت شلو شي كيلو بونج بينج بونج شتجمور زي كما شو يتر مهر، وكخا نحن ببقشاء بقى نحن نكخ لعميدات ببقشاء أخرى زي نحن نركب لشنايم، زي طمت ساخة كل 3 بقشاط ونحن مسلمين كل التيبول كي ככה אנחנו עושים את זה, כמובן הטיפול אנחנו עושה אותו בתשטוש בסדנציה, כך שהחולה לא תרגיש שום כאבים, היא תקום והכל יהיה מוכן. תודה רבה לכם על הצפייה. עכשיו אני בצנטית, עכשיו היא ישנת והיא לא תרגיש כלום, ולפתוח בבקשה, היא רק שומעת אותנו אבל לא יכאב לה, לא תרגיש את הקיצות של האדמה, ולפתוח, לפתוח, אוקיי ציונה, הכל בסדר? طيب بس احنا عمليا انتهينا من العملية الأخيرة لليوم، زي ما انتم شايفين خلينا نشوف جوابين مش ما كوي قلوبكم مشان نوريكم شو عملنا. عملنا زرعة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 زرعة 14 15 16 17 زرعة عملنا، طبعا المريضة هسه بتطلع من اسنان ثابتة ندبك لها اياهن، المريضة طبعا مش عارفش في اي نوع من الوجع وكل شيء مشي تمام التمام. لاحظوا على الزراعات كيف موجودات محلاهم، البراليل الموجود بين الزراعات اشتراكي جدا، وطبعا احنا بنعمل عليهن تحميل فوري، يعني عندنا زراعة فورية وتحميل فوري اشي راكي جدا. كومبريسيف بازل 1 بي سيمبلانت أنا كثير مبسوط إن عملناها بهذا السرعة، ومريضة يعني مرت الجاي بياخذ لها كاسات، وبعدها مرة إحنا بنركب الأسنان الثابتة. شكراً.